أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وإن شاء الله قال شعار أمة العرب اي بي ام إن شاء الله، وبكرة ومعليش مثل هيدا اللي راح يبكل له الزر إن شاء الله. إن شاء الله خيي شيل إن شاء الله بكل الزر. كلنا هيك بهالأيام، بنوع خاص كل واحد ببيته بيعرف وسخ بيته يلي عم بيصير بلبنان بيحزن. هلأ الحزن الأسود وين ما كان بأمة العرب مؤامرة، إلا عبادك الصالحين وينن مؤامرة على العرب. صارتوا تعرفوا أنه 9-11 وقت اللي وقعوا الأبراج ولا واحد يهودي يعني مات، فات بالطيارة. ما أنتوا بتفتشوا أحلى ناس يعني بأمريكا، وين صرنا نعرف أنه هاي المؤامرة. ولكن لتكن مشيئتك دايما، ما تقول عندي مشكلة كبيرة، عندي رب كبير. لا تدير ظهرك لتبيبير وتقول على الله التقدير، لا قوم بعملك ربوط الجمل، وإذا بده نمشي بيكون هو فكه، بس أنا علي بعملي. مشان هيك بدي كاتب عن الحق شيطان أخرس، ولو ما بحب نفسي ما فيني أحبك، لو ما عندي مي ما في عندي مي تعصيك. الخدمة الصحفية لمركز نزار الليف، ما بعرف بس بدي اقرا لك اياها، انه هيدا واحد فاتح مركز بيشفي الناس من الخمره، من المخدرات، من الادمان بطريقه علميه. هالطريقه العلميه يا خيي اللي عم تشفي فيها الناس هيدي طريقه بس بتفوت بالفكر. انا ما بدي الفكر، انتبه الشيطان قوي شاطر، بدي لب القلب من الفكر الكافر الماكر الماهر. ما حدا بيقدر يفوت على لب القلب إلا إذا أنت سمحت. هون طاقة. فإذا بطلب منك مدري شو اسمه بلدك وضيعتك ومدري وين، إن جمهورية مدينة بشكيك، جمهورية قرغزستان، يعني ستان ألف نون حلوة كتير. أنا بحب هالخمس كلمة أحرف ألف نون، قرآن فرقان عدنان عثمان سمعان والولاد هيك. هلأ العلم كله اليوم عم يحكي نعم عن حقيقة هالإنسان ورفع الميزان بالإنسان. وين هو هالميزان؟ هي سر الصليب. ما تتطرف كتير بالحكمة ولا تتطرف بالعلم ولا تتطرف بهالأسرار. شو عم بصير بهالمجرات داخلكم؟ بيديك اليوم الباب والمدينة، علم الطواف وبارالل صفا ومروة والدائرة الصفر. هذا العلم اللي عم يندرس بكل جامعات شرق غرب، ما في ولا عربي. طلبت انهم اثنين ثلاثة يفوتوا عرب، قالوا لي مريم خلاص ما بدنا عرب، محمد كيلاني عراسنا كلنا شرق غرب ما راح على هالمؤتمر. قال لهم القرآن بقلبي وبلغ إيه، كل ما بدهم يقولوا محمد أو علي بدهم صلى الله عليه صدق الله العظيم. السر اليوم هو بالباب والمدينة والباب، الطواف والدائرة هالعزقة بالدولاب، وما حدا بيغيرك إلا أنت. لا يغير الله ما بقوم حتى، بدي غير نفسي. ولكن كاتم عن الحق الشيطان أخرس، بمدينة أوكلاهوما سيتي الأمريكانية أكد الطب الشرعي شافوا بالفعل لحوم بشرية مستخدمة في عدد من الفطاير والمطاعم كلها، لأنهم عم بيقدموها وطعمة اللحم البني آدم طرية وطيبة. هلأ أنا على أيامي إجا واحد لعند بي، يا حكيم دخيلك بدهم يحطوني بالحبس، تعا معي. اسمه العرموني، كل يلي من عمري 70-80 بيعرفوه. راح بي على المحكمة، طلعوا هيك قالوا لي يا حكيم يعني أنت جاي معه؟ بي طبيب سنين.
تيري العرمونة بطعمينا لحم حمير، سيقبت الحمار مسمم، تسمموا بالجعتاوي بالهونيك هونيك بالأشرفية كلهم. قالوا له للقاضي ومرتك كمان، قال لهم ايه لأنه بتشتري من هاي العرمونة. هلأ حطوا انتو في، صار في انترنت ما حدا بيقدر يكذب على حدا، حط مان ميت فلاش ميت، بتشوفوا ديش في اليوم مستشفيات بلبنان وغير لبنان وكلنا واقعين بهالجورة بها، بيبيعوا مثلا. أنا عندي منو خادم، هيدا أجمل لقب خادم الحرمين، معنا من أهل البيت مريض حطيني بالمستشفى، بروح تجيبه شو بدك بالجدة، بيتعلموا فيها التلاميذ طب، بيعطوني $100. ايه انا بياخد $100 بنبسط، شو بيعملوا بالجدة؟ بيبيعوا الكيلو $60. نحن عنا بضيعتنا اسمها الكفور مجاعة، واجا الجرد قش الاخضر واليابس، في كتير اكلوا اولادهم، نطرون تميتوا شويون اكلوا. اول مرة اجا على دوما رجال افريقيا اسود دقوا الجراس، راح بيي ابونا، يا ابونا هيدا انسان مثلنا، يا حكيم هيدا شيطان. كلنا عنا جهد يا اخوتي، طلعت عدومة يعني الحمار بده سترينج حبلي وحده، نحنا بدنا 1000 سترينج. قلت لي ابونا كيف؟ قال لي ما فيني ليوم. كنا ايامي امي النسوان هون هي وولادها، الرجال هون هن وولادهم، بيي يقرا انجيل بالارمني، هيديك يقرا بالتركي، هيديك يقرا بالعربي، بلغات ما بنفهمها، لانه وقت ما بتفهم الكلام هي الكلام الجوهري. مشان هيك هلا هيدا الكتاب لحو قدامكم بالانجليزي، رح اقدمه لحاكم عربي مهم كتير، وقال لي التلفزيون اليك. قلت له ما بريد حدا يحاورني بقى، ما فيني اتحاور مع حدا، بعتذر من تمام معنا، ما فيني احاور حدا، كل واحد بدي احاوره بدي اضربه، مثل الام بتشوف ولد عم بتحطه بايد النار وتحطه بحضنه، ما حدا. قال لي ميتشو ما حدا بيقدر يحاورك، هالفايض اللي عند مريم عند كل واحد منكم، كلمة نور هي كلمة ارامية، نور من نور واحد، كلنا عنا الواحد. طفل بيعرف يبدي يطلع من بطن امه ويقعد يرضع. انا كنت بدي اعمل نهار خصوصي لالهم، هو قالوا لي لا نحن، لان هني انا المعاقه، هني معافين، ما فيني لكم شو بيبعثوا لي، ما فيني لكم. فاذا بسببنا 62% من اطفالنا مشوه. شو السبب؟ ما في ام، ما في بي، أكلنا كله مضروب، المي كلها مضروبة، المطاعم كلها، انتبهوا ما تفوتوا مطاعم، ما دارس، ما قاصد، ما ساجد، ما 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 انتبهوا، حرام حلال، حرام حلال. الأحرف العربية شعر، القرآن شعر، برا كلهم عم بيدرسوا هلأ محمد علي قرآن، ومعهم حق ما يدخلوا عرب، يعني كرمالي بيدخلوا هيك وهيك. بعدين نحن الحق علينا، فإذا كل واحد منا يشوف هلا الأمريكاني، نعم إمبلي من العار، واسم المصنع ما رح أقوله، ما رح اقول من اني اللي عم بيحطوا بهال اسمه همبرجر. قال لها امي بجيب لك همبرجر، قالت له هم بيك بكفيني، بجيب لي همبرجر. الماما ترجع تطبخ بالبيت، لو بتشتغلي حطي 5-6 ساعات 10 ساعات، انت ورفيق حياتك، انت وجوزك، نهار الاحد نهار السبت تطبخي، حطي شيء بالفريزر، حطي شيء بالبراد، خلص روحي على شغلك. بس سألي حالك هل عم بتطلعي المعاش؟ وين عم تصرفيه؟ في ابو سراميو قال داعش بده يعمل لبنان، ما في عجقه سير، ما فيني لكم اليوم توصل لهم. قالوا له كيف؟ قال له بدي احط المراه بالبيت ما تسوق. مظبوط، انت عم بتسوق.
تعالوا نشوف الله بكل شيء، الألوهية بكل شيء، أينما توليتم بالخير بالشر هيدا هو الميزان. هلا الفحوصات هون بلبنان اللي عملوها على المي، كل المي مضروبة، ما بقدر إلكن شو فيها. لكل داء دواء، وكل سؤال له حل، واعقل وتوكل. هلا هالمي اللي بنشتريها من البراميل، المي اللي بتجي صهريج، ابنك راسه مثل الصهريج، قال له زياد الرحباني، وحده رحباني والباقي ما بقى فيه، راحت القلباني. كل هالمي مضروبه، سقيت زريعتي ماتت، بشتري مي لاسقي الزريعه. هلا هالمي المضروبه ان كان اشتريتها او من الدوله، طعميت اولادك، غسلت الصحون وطعميتهم، ما هيك؟ هالمرض موجود بالمي بالصحن، فات بابنك وفات فيي. وين الحل؟ لحي اطلعوا لعند هالمجنون اجو، وانتو فيكن تعملوها. كل عمرنا اهلنا كانوا يحطوا مي تصفوا، بي وبيك كلنا تحت امك صغار، او ندفت عرق، نروح ماشي من دوما على بشعلي، من دوما على البترون، من دوما على الكورة، من دوما على تنورين، ويسقونا او مي صفوة او ندفت عرق. هلا هيدي انت فيك تعملها، حجر كلسي صوين موجود بلبنان، بتجيبه وبتحطها، بتقروها مرتين بالسنة، بتحطوها بالخزانة اللي عندك، بتتغير المي، فحصوها، ما تصدقوني إلي وما تصدقوا أجو، ما تصدقوا حدا، فحصوا هالمي وبتشوفوا كيف صارت. هلا ما عاد عم بشتري أنا مي تقصي زريعة ولا مي تأشرب من هيدي، صار في عندي حوز لإلنا، فصلوني عن غيري الحمد لله، في حوز أنا وجارتي اللي فوقي، حطيت فيها واحد كبير وفحصت المي أحسن مياه، كل المي اللي عم تشربها أو القنينة اللي عم تشتريها، لأنه في كتير مي بلبنان منا مرخصة، واليوم ما في حكومة مثل ما نكون شايفين. هلأ لحي هي بتشيل هي مقدوحة، وهي التانية مقدوحة، وانت عندك حوز لألك، ما حدا بيقدر يمنعك، بتجيب هي وبتحطها بالحوز مرتين بالسنة، يعني بتصرف $10 بالسنة، وميتك أنظف من كل المياه، بتشربها بكبية إزاز. يكون عندك حوز لألك. هلأ ما عندك حوز لألك، مشترك، ما هيك؟ جيب جرة كبيرة أو التانكي، ما أدري شو بتسميها، عبيها مي من كل هالمي الموسخة، حط فحصها، فوت على المختبرات وشوف المي اللي بتطلع منها. لكل داء دواء. شي تاني رح فرجيكم إياه، في عندكم موبايل، أنا بالكاد ضل موبايل مفتوح، بالكاد يدق مرة مرتين ثلاثة بالنهار، يا بياكل بهدلة أو في شو. احملوا هاي، ما تستعملوا الديحة وما تستعملوا الموبايل تبعك لتطلع. شو عم بيعملوا؟ في ألوان كتير، اللون بتحبوه بتجيبوه بتعطوني هون للأولاد كمان وطالعين. مقطوع الكهرباء، انقطع بالأسانسير ولا شيء بالمصعد وهيك. هي ما بتضرب، هي انضربت هي وعم بيضربوا العين. هالشيطان عقليته براسه، عم بيعرف كيف قالت أمريكا أكثر من 40-45 سنة ما لازم يعيش العربي، اتركوا يموت ببطء بطريقة ما تكلفنا. مارغريت تاتشر قالت إذا بتموت بيموت العرب ماتت الخيانة. هتلر قال لهم رح خليلكم شوية يهود تتشوفوا مننا، ولكن هلأ في علم وفي ناس أوادم إن كان هون أو هون،
فتشوا على الإنسان الصالح إلا عبادك الصالحين. الكتاب خير جليس عندك. أنا كنت أنا وعدنان نتواصل، عم أبعت هلأ إيميل لعدنان ما يوصل لي ولا منه. لقيت هو اسمه هيك عدنان الجديد دوت تي في، شيلوا التي في وحطوا لي دوت كوم. حكيت كلاني كيف تعمل هيك؟ قال لي عم بيجربوا انت وانا وكل اللي عم بيحكوا الحقيقه كيف بدهم يضربونا. حكيت ميتشو، قال لي اذا جيتي على امريكا اوباما رح يوقع، امريكا بتوقع وما فيها مي تشربوا، بقى المي كلها ملوثه، بس في ولايات، هلا في ولايه فاتح حسابه ولايه، كل شيء بدك موجود الا المال، كلنا في اللحي، انا خيار انت كوسا. وبعدين فيها مطهر ومعقم، اشتري من الضاحية إذا حقها 100 دولار بالأشرفية بالضاحية 20، جيب الخضرة جيب الفواكه اللي بدك إياها، غسلهم بهالمي الوسخة، رجع افتح حطيت مي هاي، حط هاي معقم، حط الخضرة، بتشيل ريحة النعنع كأنه نعنع، يعني منا مرشوشة. في ناس عندهم عقل يا أخوتي، بلبنان بسوريا وين ما كان بأي مطرح اللي رحت، لو خليت بليت وهي البوديغا، هلأ هي مادة بترشها بالأوضة أو على المخدة فاتت منها على لبنان وغالية كتير، شالوا منها المادة اللي بتنايمون، هلأ آجو رح يعملها اسمها خشخاش ونوعين من الأعشاب، بيعملها مخدة بتنام تسترخي. أمي كانت تخشخشنا من 80 سنة تتروح هي تسهر، يجي بي يضربنا ويضرب أمي، كانت الخشخاش كلها على المقابر. دايما مما يليك، بدنا أعشاب مما يليك، كلها عم تتركب هون. فوت ريلاكس، تعبان وما فيني وعم برجوف ما بقدر عليك شوي مدري شو بني، ما معقول. حطي له طشت مي سخني قد ما فيك يا ماما، قد ما فيك تقبرني اتحملها، بتحط نقطه سخني كثير، معلش ماما سخني كثير، بتخبري قصه سخني كثير ماما، يلا نفت مي مسقعه سخني كثير. شو بتعمل هي؟ بتسحب كل اللي بالكلى وهون، كل شيء فيه اثنين اثنين بجسمك، بتسحب منهم هالحشار، بتسحب منهم هالامراض، وبتخليهم هالكلوة وهالكلوة يتناغموا مع بعضهم، هالعين وهالعين، هالدينة وهالدينة، هال 32 درس وسن وناب و 32 فقرة. إيديك تعمل هيك كلكم فيكم تعملوها، وأحلى مني تقدروا. وها كلهم الشباب عم عنان كمان بدي يعملوا، لانه انا لابسه هيك وزبد جزدين هيك، وهلا انا بدبي عم بحكيكم ورح نضل متواصلين، رح نعمل اللي بدنا اياه ورح نكون على التلفزيون وبدي اياه بحكي الحاكي ها. وهودي من بلاستيك مش من حجار، وها تيت احطيها. ليش بتحط حلق؟ تتقول انه تجوزها لهالمره، ليك اللوب عندها شو كبيره. نحن بنقول لاولادنا لشو انت حمار وليه؟ ليش ما عرفت تدرس؟ بنحرك المعادن اللي بجسمنا. المره هلا ما بقى عندها لوب، صارت تحط حلقاتها هون. كتاب كل الكتب موجوده بموقع بيت الله، او حطوا محمد كيلاني لانه حطوا موقع بيسبوا بمحمد ويسبوا بمريم وكلها. بس الكذبه بتموت بلحظتها يا اخوتي، ما بتضايق. تناغموا بالألوان، بسوريا منقول شلونك. فإذا كتبهوا، كل واحد منا هو مسؤول، وخصوصا للأولاد. تعرفوا المعلمة نهار الأحد بيجوا كلهم يدرسوا عن المسيح المسيحية وهيك، حطت تفاحة قالت انتبهوا كل واحد منكم ياخد تفاحة وحدة، الله عم بيراقبكم هون المسيح. قاموا وصل واحد ولد وكتب هونيك مطرح اللي فيه شوكولا، قال خذوا قد ما بدكم شوكولا لانه الله ملتهي بالتفاح.
الولاد اذكياء. قال له دادي ليش شعراتك فيهم بيض؟ قال له كل ما بتعذبني تبيض شعره. قال له صرت اعرف ليش جدو شعراتهم بيض. ما تفكروا انه الولاد اذكياء، عندهم اياها بالفطره، بس نحن بدل ما نتعلم منهم نحن عم نفرض عليهم. هيك بنلبسهم، هيك بنطعميهم، بنبعثهم على المدرسه شو لازم يدرسوا، شو لازم ياكلوا. كيف انا حكيني طفل عمره 9 ايام قال لي رح عيش 120 سنه، ما بقدر اقول لكم شو الجمال، ما فيني خبركم، ما فيكم ولا كتاب فيكم تمنعوها عن هالشباب هون. نحو الكتاب From Medication to Meditation، العالم كله هلا رجع الى الفطره، الى اسلام الله. كل عمل عباده، مش عباده، عباده من اماطه الاذى الى لا اله الا الله. انت كيف بتركب سياره؟ انت بتركب الطفل اللي بدك اياه، لا رجل ولا امراه. سبرم في بنك اسمه بنك سبرم، كلهم هون حطوا هالعلم الفراعنه. دايما الشمس بس تشرق عنده هون في عمر ميلاده. اذا بتقروا هالكتاب بعتوا للكل اخر تشابترز فصلين، دخيلكم انتوا علمونا كيف بتعمل سياره. فيك تعمل، بدك بنت، بدك صبي، هيك عيونها، هيك 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 شطرتها، هيك فهمها، هيدا بتحب الرقص، هيدا بحب الغنينه، هيدا بحب الرسم، هيدا بحب هيك، هيدا بحب هيك، هيدا بحب العلم. كيف بتعرف تركب سياره رويز رويز؟ بتركب اثنين، واحد بيبقى بالفريزر بتسميها، وواحد تاني مشي وقع وكسرت اجره، بتجيب هاي الاجر بتسحبها هاي لانه بتتناغم مع بعضهم، بتسحبها. هالعلم اسمه علم ابدان واديان، العلم علمان، علم ابدان واديان. واذا سالوك عن الروح فهي من علم ربي، ربي بقلبي، اله، رب، الله، الله تسعة وتسعين بتجي المدد والصمد. كلمة صمد بلغات كثيرة، ومدد سكينة، شي 2000 كلمة اللغة العربية لغة شعر موجودة بلغات كثيرة. بالهند قلت لهم كلكم تحبوا سوريا؟ قالوا لي سوريا is not an Indian, it's not, it's Arabic, Aramaic, the language of Jesus Christ. كل شيء عندنا بلبنان كفر زبيان، كله كفر 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 كفر، يعني غطى كفر. هون تتغير اسمك بلبنان صعب كتير، بأمريكا بتوقف بالصف 10 دولارات، وهلا على الانترنت كله كل شيء. فإذا السائل هو المسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. يا حبيب قلبي، راهب مونك زين من أهل الذكر، أهل الصوفيين، قالوا له شو عملت حتى استنرت؟ مثل ما عم بعمل هلا، بس هلا أنت فلاح. قال له إيه كنت فلاح وهلا فلاح، بس بالأول كنت أنا أنكش وأنا أزرع وأنا أفلح، هلا الله عم بينكش من خلالي، الله عم بيزرع من خلالي، الله عم بيفلح من خلالي. أنا مش موجود، لا إله إلا فيه، أنا المسؤول عنها. انتبهوا، في واحد لقى واحد برا عم بينكش بيزرع هيك، قال له وين المرشد؟ The guru. جي يو ار يو، يو ار ذا guru. قال له أنا الجورو. قال ايش كذب؟ تقلده. أنا جاي إلي سنين وبركض وبمشي وبتعذب، تجي شوف المعلم جاي تقول لي إنك كنت؟ قال له معك حق، سامحني. فيه قعد على كرسي من ذهب من فضه، وحط التاج ومسك العصا ومسك. قال له في واحد نسجد له هيك، وفي واحد برا عم بيقلدك. قال له ايه اقعد حدي. قعد حده، جيب صحن فنجان تحط له فيه زهورات شاي. قال له انتلى الفنجان، لك عمين كب الصحن، لك عمين كب على الارض. قال له هيدا فيك، هيدا الجواب. انا
قد ما فكرك مليان نفايات وزبالة ومجتمع ما رح تعرفني. هيدا أنا اللي كنت برا جيت قعدت هون، مشان هيك ما بنحترم الإنسان إلا إذا كان حامل عصاية ذهب عامل هيك وهيك وهيك، وبعدين شخصيات الناس قدامه وناس وراه مستشارين وهيك، وسيارات مفحمة مشحمة وعوينات مفحمة مشحمة. هيدي برا مش السوق باسبورك دغري، للأسف بدنا نطلع عرب ومسلمين. الصورة البشعة بدها برواز. وقت اللي فات سيدنا عمر صار يبكي، قال له ليش عم تبكي الحبيب؟ قال له لك القيصر كيف عايش ولك انت؟ قال له نحن قلنا الآخرة، إني قلنا الدنيا، ويلي ربح الآخرة ربح الدنيا والآخرة، مش عن جوع عن شبع. خلاص الكتاب خير جليس كلنا عنا إياه في إنترنت. أنا ما بقرأ إلا أوشو بس أوركسترا، عشان هيك قتلوا ريغن، قال له رفعت الأذان بأمريكا، نحن بلد مسيحية، قال له الأذان قبلي وقبلك بكل اللغات. أرحنا يا بلال، بلغ آية. فويس ثيرابي، صوت أخوري بربع الجرس. أنا مرة بالسعودية وعديله للملك فيصل، قال لي روحي في راهب أنطوني. الراهب الأنطوني هو اللي عنده سر الصوت. جيت وسألت قالوا لي إيه؟ لحوه بروما. فإذا كلنا عنا هالصوت، كلنا عنا هالوحي، وما أنا إلا بشر مثلكم، بشر بهالبشارة اللي فيه.